بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في الأسبوع الثاني من دورة مدخل إلى تحليل القوائم المالية. عفوا، في هذا الأسبوع سوف نتطرق إن شاء الله إلى قائمة الدخل ومكونات قائمة الدخل، قائمة المركز المالي ومكوناتها، ثم ننتقل إن شاء الله إلى التحليل الرأسي والأفقي لقائمتي الدخل و قائمة المركز المالي. بداية، قائمة الدخل تتضمن كما تلاحظون أمامكم ملخصا بإيرادات ومصروفات المنشأة خلال فترة مالية محددة. تظهر هذه القائمة نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة، نتيجة النشاط النهائي للمنشأة. في إعداد قائمة الدخل نراعي كما تعلمون إظهار مراحل تحقق الربح المختلفة، بحيث تعطي هذه القائمة أكبر قدر من الفائدة والمعلومات اللازمة لمستخدمي القوائم المالية والمهتمين بتحليل الوضع المالي للمنشأة، ويتم إعدادها على أساس الاستحقاق ووفقا لمبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات. ماذا تتضمن قائمة الدخل؟ تتكون من صافي المبيعات، تكلفة البضاعة المباعة، الربح أو مجمل الربح، مصاريف التشغيل والمصاريف والإيرادات الأخرى، طبعا انتهاء بصافي الربح. إذا ألقينا نظرة على قائمة الدخل نلاحظ أنها تبدأ بصافي المبيعات، وكلمة صافي نقصد بها مبيعات السلع أو الخدمات التي تنتجها وتبيعها المنشأة من نشاطها الجاري الاعتيادي، وسميت بالصافي لأنه يتم طرح مردودات المبيعات والمسموحات وخصم المبيعات. يعني إذا منحنا خصم يخصم أو يتم طرحه من إجمالي المبيعات، إذا هناك مردودات أو بضاعة تم إعادتها من قبل عملاء أيضا يتم خصمها من إجمالي المبيعات، وإذا قدمنا هدايا أو ما هدايا، المهم نأخذ قيمة صافي المبيعات. الجزء الثاني هو تكلفة البضاعة المباعة. تكلفة البضاعة المباعة يتم حسابها بالطريقة التالية. طبعا هي تكلفة البضائع أو الخدمات التي تم بيعها خلال الفترة التي أعدت فيها قائمة الدخل أو التي تغطيها قائمة الدخل. وطبعا عند إعداد أو حساب تكلفة البضاعة المباعة لابد أن نميز بين طبيعة نشاط المنشأة. هناك طبيعة تجارية وهناك طبيعة صناعية أو منشأة ذات طابع صناعي. في المنشآت التجارية أو ذات الطابع التجاري يتم حساب تكلفة البضاعة المباعة بالطريقة التالية: نأخذ رصيد بضاعة أول المدة، نضيف إليه صافي مشتريات البضاعة خلال الفترة أيضا الصافي، لأنها يتم خصم مردودات المشتريات، الخصومات اللي تم الحصول عليها، نفس الطريقة صافي المبيعات. مجموعهم يمثل تكلفة البضاعة المتاحة للبيع. نضيف إليهم أو نطرح منهم بضاعة آخر المدة، يتم جرد البضاعة نهاية المدة وتحديد قيمتها. تطرح من تكلفة البضاعة المتاحة للبيع أو من بضاعة أول مدة زائد صافي مشتريات البضاعة خلال الفترة، ينتج لدينا تكلفة البضاعة المباعة. تركتها باللون الأحمر لتوضيح أن يتم خصمها. نخصم أو نطرح تكلفة البضاعة المباعة من صافي المبيعات لينتج عنا
أو لدينا مجمل الربح. أما في المنشآت ذات الطابع الصناعي، إذن هذه الصورة تلاحظ بضاعة أول المدة، عفوا بضاعة تامة للصنع أول المدة، نضيف إليها تكلفة الصنع أو الإنتاج خلال الفترة لينتج عنا تكلفة البضاعة المتاحة للبيع. بضاعة تامة الصنع آخر المدة تطرح من الإجمالي، إجمالي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع، لينتج عنا أو لدينا تكلفة البضاعة المباعة. فهذه الطريقة الأولى للنشاط التجاري، الطريقة الثانية للنشاط الصناعي. نعود إلى قائمة الدخل. بعد الوصول أو الحصول على مجمل الربح والذي يمثل حاصل طرح تكلفة البضاعة المباعة من صافي المبيعات، طبعا يعتبر من الأرقام المهمة جدا في قائمة الدخل لارتباطه بالنشاط الرئيسي العادي للمنشأة، النشاط الجاري للمنشأة. سوف نلاحظ أسفل إيرادات أخرى ومصاريف أخرى. فمجمل الربح يمثل أو يرتبط بالنشاط الرئيسي للمنشأة، ولابد لهذا الرقم أن يكون كافيا لتغطية مصاريف التشغيل وأعباء الفوائد والضرائب. الفوائد والضرائب، يعني مجمل الربح لابد أن يغطي مصاريف التشغيل ومصاريف الفوائد والضرائب، إضافة إلى تحقيق ربح صافي مجزي للمنشأة. بعد الوصول إلى مصاريف أو مجمل الربح، نقوم بطرح مصاريف التشغيل من مبلغ أو من قيمة مجمل الربح. مصاريف التشغيل تتضمن مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف البيع والتوزيع، مجموعهم يتم طرحه من أو مجموعهم نعم يتم طرحه من مجمل الربح للحصول على صافي ربح التشغيل قبل دفع الفوائد والضرائب. المصاريف التشغيل تقسم إلى قسمين بالعادة، يعني تقسم إلى قسمين، مصاريف إدارية وعمومية وهي مجموعة المصاريف التي تنفقها المنشأة على أنشطتها الإدارية، تشمل رواتب الموظفين، إيجارات المباني، مصاريف التأمين، اهتلاكات الأصول أو الاندثارات، الأصول الثابتة المرتبطة بمراكز الخدمات الإدارية في المنشأة. لدينا مراكز خدمات صناعية، إذا كان عندنا صناعي لا يتم تضمينها ضمن المصاريف الإدارية والعمومية. فالاندثارات تكون خاصة بمراكز الخدمات الإدارية في المنشأة. أما مصاريف البيع والتوزيع تشمل كل المصاريف المرتبطة بمراكز الخدمات التسويقية، مثل مصاريف الدعاية والإعلان، رواتب، عمولات موظفي المبيعات، وغيرها من المصاريف المتعلقة بعمليات البيع والتوزيع. بعد الحصول على صافي ربح التشغيل، نقوم بإضافة الإيرادات الأخرى وطرح المصاريف الأخرى. هتكون متقابلة، نعم. المصاريف والإيرادات الأخرى تشمل كل الإيرادات والمصاريف التي ليس لها علاقة مباشرة بالنشاط الجاري أو الاعتيادي للمنشأة، ولا تتوافر فيها على هذا النحو صفة التكرار، مثل مكاسب وخسائر بيع الأصول الثابتة. منشأة تجارية تعمل في مجال بيع والشراء، إذا قامت ببيع سيارة أو أجهزة لديها لانتهاء عملها أو انتفاء الحاجة منها أو لغرض التجديد، هذه المصاريف أو هذه الإيرادات لا تعتبر إيرادات نشاط، هذه إيرادات أخرى لا تتكرر، تحدث ممكن مرة أو لا تحدث. وكذلك المصاريف
التي تنتج عن أي نشاط غير نشاط المنشأ الرئيسي، بعد إضافة وطرح إضافة الإيرادات الأخرى وطرح المصاريف الأخرى، ينتج لدينا صافي الربح قبل الفوائد والضرائب. يتم تسديد الفوائد المدينة المترتبة على الشركة نتيجة قروض أو ما شابه. أيضا يتم تسديد مبالغ الضريبة إلى الجهات الضريبية في الدولة، ضريبة الدخل، لينتج عنا أو لدينا صافي الربح أو الخسارة للمنشأة. هذا كل ما نود التطرق إليه في هذا الجزء، واللي هو المتعلق بقائمة الدخل. فهم قائمة الدخل يساعد على التحليل المالي. نلاحظ أن قائمة الدخل يتم إعدادها وإظهار مراحل تحقق الربح. المرحلة الأولى حققنا صافي مبيعات، ثم حققنا مجمل ربح بعد طرح تكلفة البضاعة المباعة. هذه مرحلة وهذه مرحلة وهنا مرحلة. مجمل الربح أظهرنا من خلاله أو أخذنا منهم مصاريف التشغيل، نتج لدينا صافي ربح تشغيل. أضفنا الإيرادات الأخرى وطرحنا المصاريف الأخرى، حصلنا على صافي الربح قبل الفوائد والضرائب. طرحنا الضرائب والفوائد لنحصل على صافي الربح. هذه مراحل تحقق الربح. إلى هنا نتوقف، نتابع إن شاء الله في المقطع القادم. نستودعكم في أمان الله.